اليوم سعدت بلقاء زملائي في مديرية الدفاع المدني في منطقة المدينة المنورة. زرنا عدد من مواقع المديرية العامة للدفاع المدني، وخصوصا المراكز القريبة من منطقة الحرم ومنطقة الإسناد، وكذلك مركز التدريب الذي هو تحت الإنشاء، بالإضافة إلى افتتاح بعض المواقع. فكانت فرصة الحقيقة أن نلتقي بالضباط والأفراد ونشد أيادينا على برضو أياديهم في سبيل تعزيز الجانب التحفيزي والإيجابي لمهمة هذا العام. كما تعلم أن الخطة العامة للطوارئ تضمنت عدد من المهام والمسؤوليات للدفاع المدني وبقية الجهات الأخرى. طلعنا على الخطة التي تضمنت مضامين كبيرة جدا لمواجهة أي حالة طوارئ تقع في المدينة المنورة أو في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، والحمد لله أنا مرتاح ومبسوط لجميع ما شاهدته ومراحل تنفيذ الخطة التي يسيرون فيها عليها في المدينة المنورة.